مساكم الله بالخير، معاكم أخوكم الفنان عبد الهادي الحمادي. نرحب فيكم اليوم من عبر برنامج مفتاح صول، واليوم راح نتكلم عن المقامات الموسيقية، واخترنا لكم مقام العجم وهو مقام من الملفات والمقامات الشرقية الرئيسية، ولا شك أن الكثير من الفنانين تغنى في هذا المقام الجميل، وحقيقة يجد الملحن أو الفنان الأريحية في الغناء في هذا المقام الجميل. اليوم اخترنا لكم من عبر هذا المقام لحن جديد، استغلينا هذا المقام بلحن سامري جديد من كلمات الشاعر عبد المحسن الدويش، ومن ألحان وغناء عبد الهادي الحمادي، وهو حصريا إلى تلفزيون الكويت ويغنى لأول مرة، وإن شاء الله تعجبكم هذه السامرية مع مشاركة الفرقة الموسيقية. تحياتي للجميع. Let's
رجعنا لكم مرة ثانية من بعد غناء هذه الأغنية السامرية الجميلة، وإن شاء الله نلتقي معاكم في حلقة قادمة في مقام ثاني وأغنية ثانية. تحياتي للجميع، نشوفكم على خير.